إلى مقدمة الشوط وتعود ملكية رعد مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير، بينما بدوري آخذ المركز الثاني. المركز الثاني هنالك مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان يمعى بن عتيق الرميثي في عملية التضمير، بينما بدوري انطلق إلى هذا الاسم القوي هنالك مليح المملوك لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم، هنالك سعيد بن سالم علي نيبي في عملية التضمير، بينما الوصول والقوة هنالك من هياض المملوك لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان، نايم بن علي الغيلاني يقود مضمرا وصل مرضي من الجانب الآخر المملوك لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان، هنالك أيضا الوصول والقوة من يمعى بن محمد بن خلفان المزروعي، بينما الوصول أيضا من الجانب الآخر والوصول والقوة من أيضا هنالك مهدي مهدي مع بن دري، هنالك مهدي لهجن الرياسة تضمير عن سيد سهيل بن حمد بن دري الفلاحي مع التحديات، بينما هنالك حبشان الواصل والمنطلق بقوة المملوك لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان، هنالك يمع بخلفان المزروعي من دفع بهذه الأسماء حبشان ومرضي، بينما هنالك شاهين المملوك لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير. وعلى المركز التاسع، المركز التاسع هنالك ملازم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. أعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى وإلى القوة وإلى رعد. رعد في مقدمة الشوط وتعود ملكية رعد مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير، بينما هنالك الوصول من مليح المملوك لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير، بينما هنالك الوصول أيضا والقوة والانطلاق من هذا الاسم القادم مع التحديات، هنالك الوصول أيضا من مشغل وسلالة هملولية غنية عن التعريف المملوك لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان يمعى بن عتيق الرميثي في عملية التضمير، بينما هنالك الوصول من رابع الأسماء مرضي لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان، هنالك يمعى بن محمد بن خلفان المزروعي من يتابع هذه الأسماء، بينما أتأخر إلى المجموعة الأخرى وإلى اسم هياض المملوك لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان نايم بن علي الغيلاني في التحديات والتضمير، بينما هنالك القدوم والقوة والإثارة من سادس الأسماء الوصول بقوة هنالك والتحديات أيضا مع هذا الاسم المنطلق الذي وصل الآن بقوة مهدي لهجن الرياسة مع سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، وكذلك وصول من حبشان المملوك لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان يمعى بن محمد بن خلفان المزروعي في عملية التضمير. وعلى المركز الثامن مشاهدين الأعزاء هنالك ملازم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. وعلى المركز التاسع الوصول بقوة من قبل شاهين المملوك لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي والسيد سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير. هكذا النداء هنا يستمر الثلاث المراكز أو الثلاث مرات متتالية للمراكز الأولى المتقدمة، ونعود مرة أخرى بعدما انتصفنا المسافة هنالك إلى مقدمة الشوط والكادر الأول مع أبو ظبي إكسترا، هنالك من تنقل هذه الأحداث وتستمر بهذه المسيرة، هنالك المقدمة 4 كيلومترات قطعناها أقل من 4 ما تبقى، واللحظات الجميلة مع رعد من بدأ هنالك يرعد ويطبل رعود التحدي مع المركز الأول والصدارة. يا سلام روح يا العامري، هنالك أبو سالم سهيل بن سالم من قدم لنا رعد ومن قدم لنا شاهين، رعد على الصدارة رعد على المركز الأول المملوك لسمو الشيخ
محمد بن خالد بن حميد القاسمي على المركز الأول، بينما المركز الثاني هنالك مليح اسم معروف لدى أيضا ملاك الهجن مع التحديات والإثارة. مليح على المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوب المكتوم وسعيد بسالم الينيبي في تضميره ومتابعته، بينما على المركز الثالث فهنالك الوصول أيضا من مشغل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيق الرميثي في عملية التضمير. بينما مشاهدينا متابعينا الأعزاء هنالك الوصول من مرضي لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل نهيان يمع بن محمد المزروعي في عملية التضمير. وصل هنالك هياض من حمل لنا شعار دهاء هنالك مع التحديات لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان نايم بن علي الغيلاني في عملية التضمير. بينما هنالك مهدي وصل مع هذا الهدوء والذي يسبق العاصفة هنالك مع المركز الآن السادس والقوة والإثارة المملوك لهجن الرياسة، وهنالك سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي الذي سجل النقاط الرائعة في مساء يوم أمس مع سن الثنايا. هكذا الاسم القادم والتحديات والإثارة، وهنالك القدوم من ملازم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وهنالك ايضا من يتابعه طارش بن مبارك بالقوبع من يتابع هذا الاسم الملازم للتحديات. بينما هنالك شاهين المملوك لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري، اذا دافع باكثر من اعتاد من خلال تواجد وحضور شاهين ورعد مع التحديات والإثارة. الله 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 الله، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة الأولى وإلى المقدمة هنالك والتحديات، وأرى المركز الأول هنالك لا زال رعد، لا زال مسيطر، لا زال قابضا. هذه التحديات والإثارة والقوة والمتعة، يا سلام، روح يا يمعة، روح مع الأسماء المتقدمة هنالك والتهاني والنواميس، الكل يبحث عنها، الكل من يحب هذه النقاط المتكررة يبحث عنها مع هذا المساء الجميل. 2500 متر ما يفصلنا عن الناموس، ما يفصلنا أيضا عن هذه النقطة المسائية السعيدة. من هو سعيد الحظ الذي أيضا مع زمول المحليات آخر شوط للمحليات زمول، من هو يسجل هذه النقطة الرائعة؟ المركز الأول والتغييرات اللي جرت وطرت من مليح، الله 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 الله، يا مليح على المركز الأول المملوك لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي يقود مضمرا على المركز الأول والصدارة، بينما يا اخوي حمدان هنالك على المركز الثاني الوصول مشاهدينا الأعزاء هنالك أيضا من قبل رعد المملوك لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بسهيل العامري على تضميره ومتابعته، بينما هنالك القدوم والوصول والقوة والإثارة. وصل أيضا هذا الشعار ويذكرني بشعار الزود وحضورها أيضا ورموزها ومشاركتها الفاخرة الحقيقة التي يفتخر عنها المتحدثون عندما يتحدثون عن اسم الزود وعن هذا الشعار. هنالك حضور من مشغل المملوك لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي من يتابعه ابو خليفة حاضرا بقوة، بينما هنالك هياض، الله 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 يا هياض، وصل بقوة المملوك لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان نايم بن علي الغيلاني. وصل ابو حمد من خلال حضور مهدي لهجن الرياسة وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير، بينما هنالك الوصول من قبل مرضي المملوك لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل نهيان يمعى بن محمد بخلفان المزروعي. يلا يا ابو محمد، يلا يا ابو محمد، هنالك جماهيرك، جماهيرك ينتظرون هذه المشاركة المشرفة. اعود الى المركز الاول، اعود الى الصدارة الاولى، اين الناموس يذهب؟ الله، يا سلام يا سلام، انطلق مليح، انطلق مليح في الرقم واحد، وهو بالفعل يحمل الرقم واحد، وهنالك وصل هياط مع التحديات والإثارة، ويا محل الصدف، وهو أيضا يحمل الرقم اثنين على المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان نايم بن علي الغيلاني. روح يا أبو حمد، روح يا أبو حمد، يا سلام يا سلام يا سلام، يا هي قوة وإثارة. بينما على المركز الرابع هنالك الوصول، المركز الثالث مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي مع التحديات والإثارة. المركز الرابع هنالك مهدي لهجن الرياسة
والسيد سهيل بن احمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اللحظات الجميلة، 600 متر النهائية، اين الناموس يذهب؟ اين الناموس يتجه؟ هياض يا هياض، هياض يا هياض، قدم هنالك الاسماء، ووصلت ايضا الاسماء القوية، وصل هملول ومشغل، ووصل مليح مع الاثارة والمتعة. اين الناموس يا ابو حمد؟ يا ابو حمد يا بعدي يا ابو حمد، الله 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 الله، هياض على المركز الاول لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان، نايم بن علي الغيلاني، محاولات قوية من مشغل، لا سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان، يمعى بن عتيق الرميتي في الاثارة، ولكن الناموس، اين السلامات يا سلام؟ هياض هياض هملول، هياض ومشغل، مشغل وهياض، اين الناموس؟ يا سلام يا سلام، يا هي تحية واحترام، ولكن ماذا؟ ولكن هياض، هياض مع الناموس، هياض مع السلامات، سلام يا سلام، يا سلام على هذا الفوز والانتصار. لا سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان، المركز الثاني مشغل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، وفي المركز الثالث هنالك مليح سمو الشيخ محمد المر مكتوب المكتوم، وفي المركز الرابع هنالك مهدي لهجن الرياسة، وفي المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الاعزاء لحظات الوصول ولحظات هنالك الانطلاقة مع التحديات، لا سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نعود بكم الى التوقيت الزمني. يا مستر منول عطنا التايم لطفاً. المركز الاول والصدارة والقوة هنالك مع التحديات والاثارة، الناموس غادر مع هياض، سلامي عليك يا ابو حمد، سلامي عليك يا ابو حمد على هذه اللحظات الجميلة وعلى هذا الفوز والانتصار. هياض سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان، والتهاني ايضا لك يا ابو حمد. 13-28 وفاء وتماما صاحب الناموس وصاحب المركز الاول، بينما المركز الثاني فكان من نصيب مشغل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان ويمع بن عتيق الرميثي، هنالك 13-28 وخمسة اجزاء من الثانية، بينما من حل المركز الثالث فتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء 13-28 وسبعة اجزاء من الثانية، هنالك التوقيت الذي حضر بقوة مع المركز الثالث فكان من نصيب مليح التهنئة سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم، وهنالك ايضا سعيد بسالم الينيبي. اذا مشاهدينا